Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. تلاميذ الثانية إعدادي دونك هذا نموذج جديد امتحان. بالنسبة للامتحانات راه شفتو خدمت معكم في السيمانة بزاف ديال الامتحانات ديال لا اون، وغادي تلقاو ديجا يعني العام اللي فات كنت كنحط عاوتاني نماذج اخرى، يعني كانوا يعني دابا هذا العام هذا الجديد، يعني كنعطيكم نماذج جداد، والعام اللي فات عاوتاني كانوا نماذج اخرين وديجا كانوا كيتحطوا بزاف يعني في لي كومونتير اللي شفتو. غتلقاو ان بعد الامتحان كيقول الاستاذ انا راح حطو ليا كما هو في الامتحان، ولا مثلا بدل شي حاجه على، يعني خصكم تشوفوا كاملين، دخلوا البلاي ليست شوفوا الجهه ديال الثانيه الاعدادي. بالنسبه للفرونسي او كوليج ولا التلاميذ ديال باركور راه عندكم نفس الدروس، خصوصا في النص والاسئله ديالو كتقراو بجوج لي ديتو، كتقراو لا اون، وفي القواعد شي حاجات كيتشابهوا. ملي كيكونوا عندكم نفس الدروس راه كندير الكتبه ديالكم بجوج، يعني داكشي عندكم مشترك. المهم ما تنساوش تشوفوا الامتحانات اللي كنت كنحط العام اللي فات، حتى هما راه كيتحطوا في القسم. الوغ هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا هاد لا اون، حنا خصنا دابا ما نلحقوش نبداو نقراوها هكا عشوائي، غنبداو نخرجوا لي كيستيون ومن خلال السؤال غنطلعو لكم نقلبوا عليه هنا ونشوفوا شنو كاين. داكوغ، الوغ هنايا سو دوكيمون اي، هنا دو الدوكيمون هذا اللي عندنا، عطونا اقتراحات شنو هو هاد الدوكيمون هذا اللي عندنا، واش بيز دو تياتر، هادشي شنو كيقدم لنا، مسرحيه، شنو هادشي. دونك لا اون دان جورنال، ولا هادشي عندنا اديتو، يعني غير اديتو بوحدو كدرنا لي اديتو، ولا اون افيش، ولا لافيش. دونك راه كاين اللي مازال ما قراش لافيش غادي يقراها. دونك هذا كوش لا بون ريبونس، عطى علامه على الجواب الصحيح. دونك هذا لا اون دان جورنال. نشوفوا دابا شنو لي كيستيون اللي عندنا هنا. Voilà donc les questions. Complète ce tableau de documents ci-dessus. Atmla had le tableau hada bi document. An nstakhrjou men hadak le document le nom du journal. يعني المعلومات اللي حنا خصنا نخرجوهم من الجورنال ديالنا، يعني من لا اون لو نو دو جورنال. دونك انا ديجا يعني هيا ندير الورقه، يعني طبعت بحده اخرى باش ما نبقاش كل مره نقلب الورقه وندوخكم. هنا لو نو دو جورنال هذا هو نفسه، شنو هو السميه ديال الجورنال؟ الوغ اسم ديال الجورنال هي مون كوتيديان. مون كوتيديان هذا هو الاسم ديال الجورنال. انا نكتبها لكم هنا، نخرجوا بعد المعلومات كاملين. سون نيميرو، شنو هو النيميرو ديالو؟ ها هي اللي كتبان عندكم هنا، هي نيميرو كتكتبوها، كتشوفوا غير النمره اللي كاينه عندنا هنا وكتكتبوها، يعني نيميرو اللي قدام الرقم كتكتبوه. شنو عندنا اخر؟ سا دات دو باروسيون، فوقاش خرج تاريخ ديال باروسيون، الظهور ديالو فوقاش بان هاد الجورنال هذا. ها هي عندنا ماردي، كتبقاو تقلبوا غير في لا اون، كتقلبوا على المعلومات، وهاد الطابلو هذا كيكون عندنا غير الفوق، كتقلبوه من هنايا. هنا ما ندخلوش لي زارتيكل نبداو نجبدو منهم، كنقلبو غير معلومات من هنا. دونك هذا هو لا دات، ها هي عندنا ماردي 18 ديسمبر ايتترا 2012. عندنا شنو اخر؟ سون بري، الثمن ديال هاد الجورنال هذا، سون بري الثمن ديالها. عاوتاني كتجي كتقلب ها هي بعدنا بالاورو، ها هي 0.48 اورو هذا هو لو بري ديالو. عندنا تيب دو جورنال، نوع الجورنال. اذا هنايا شنو هو نوع الجورنال؟ هنايا كيهضر على السياسة، على إيش كيهضر هاد الجورنال هذا. يعني عندنا جورنال مدرسي، يعني سكولير، هذا هو لو تيب ديالو. دونك هنا في لي كيستيون شنو آخر عندنا؟ سون أدغيس إلكترونيك، لادريس ديال الجورنال اللي عندنا. دونك فوالا لادريس هي دبليو دبليو، دونك هنا هذا لو سيت. دونك هنايا كنشوفو لادريس، وي هي هاديك إلكترونيك. دونك هاد المعلومات كنكتبوهم في الطابلو. فوالا دونك حنا كتبنا لا ريبونس هنايا. نشوفو دابا ندوزو لونغ اي كومونيكاسيون. لا بروميير كيستيون، هنايا عندنا اول سؤال. غولي، اتربط شاك مو ا سا ديفينيسيون. عطاونا هاد لي كومبوزونت ديال لا اون، هاد المكونات، وحنا خصنا نربطو كل حاجه بالتعريف ديالها. وانتوما ديما عاد شو تقلبوا على التعريف الساهل بعدا اللي كتعرفوه تحيدوه عليكم، باش اللي كيبقى لكم ما تصدقوش دايخين بيناتهم. الوغ مثلا هنايا عندنا سي لا بروميير باج دان جورنال، شنو هي اللي سي لا بروميير باج دان جورنال؟ هي لا اون. دونك هذه بالنسبه لكم سهله، تربطوا هذه هي الاولى هنايا، انا غنقادهم لكم. دونك سي لا بروميير باج دان جورنال. دونك عندنا ثانيه
نشوفوا مثلا حيدوا اللي ما كنعرفوهم اللي كيكونوا مثلا ما يدوخوناش، مثلا بحال هنا ليديتوريال، ليديتو معروف شنو هو، واحد لارتيكل، واحد لارتيكل سور لا اون، كتكون في لا اون كي غفلات لوريونطاسيون دو جورنال، يعني كتعطينا التوجه ديال الجورنال. الوغ هاد ليديتوريال غنسالو بخط هنايا نشوفوها. عندنا مثلا لو فونتر، لو فونتر هي اللي كتكون في لو ميليو، في لا اون كتكون معروفه هي اللي كتكون الوسط، يعني هنايا لو فونتر شنو نقولوا، واش هو سي ان غرو تيتر اون كاركتير غرا على اون دان جورنال، ولا سي اون الستراسيون او ان ارتيكل سور لا اون. يعني بقاو لكم هاد جوج، تشوفوا فين هي لا مونشيت وفين هي لو فونتر. سي ان غرو تيتر هو لا مونشيت، واحد العنوان كبير، اون كاركتير غرا على اون دان جورنال، وهنا عندنا الستراسيون كتكون واحد الصوره، و ان ارتيكل مقاله لا لا اون. الوغ هادي هي لو فونتر، وهنايا عندنا لا مونشيت هو واحد العنوان اللي كيكون عندنا كبير. الوغ هنا نوميناليزي لي فراز سويفونت، لي فراز فيربال سويفونت. الوغ هنايا نوميناليزي ترجع هاد الجمل الاسميه افعال. هنا قال لك لوزين ديال رونو، يعني ديال الطوموبيلات، دونك لوزين رونو ا ايتي كونستخويت تبنى اتونجي. اذا حنا عندنا لو فيرب ا ايتي دونك، هنا شنو خصنا نديرو؟ نوميناليزي، رجعوه غير اسم. اذا باش نرجع انا جمله اسميه، دجا درت لكم هاد الدرس هذا، كتبوا العنوان غادي تلقاه، ولا ديروا مراجعه شامله الامتحان الاول تلقاو، ودير لكم جمل كيفاش نحولوهم. حنا كنشدوا الفعل هو الاول كنبداو به، هنايا هاد الفعل كنرجعو اسم، هاد كونستخويغ لو فيرب كونستخويغ كيولي لنا اسم. شنو يولي؟ هي البناء، بنا البناء، يعني شنو غتولي؟ هي لا كونستركسيون، وكتكمل لا فراز ديالك. دونك غتبدا بلو فيرب هو الاول، غدير لا كونستركسيون دو لوزين رونو ا طونجي. هنا تو لي ماغازان فون فيرمي، غادي يسدو سو ديمونش. اذا هاد لو فيرب فون فيرمي، عندنا فيرمي يسدو هو الحدث. اذا شنو ندير انا كعنوان؟ شنو هي يعني اغلاق جميع لي ماغازان. انا هنا عندنا الفعل، حنا نديرو الاسم ديالو. الوغ شنو غتجي هنايا؟ دونك هنايا لا كونستركسيون دو لا فيرميتور دو تو لي ماغازان. سو ديمونش يعني اغلاق جميع لي ماغازان. هاد لو ديمونش هذا، 4 بيرسون سون مورت، ماتو دون ان اكسيدون، يعني مات الموت. اذا شنو نجي ندير الاسم ديال هذا؟ ندير لا مور دو 4 بيرسون دون ان اكسيدون، وتكملوا. مازال هنا عندنا من غير هاد الورقه هادي، مازال عندنا لي كيسيون هنايا، التمارين هادي الكماله ديالها. دونك غنشوفو بعدا هاد، هنا قال لك كومبليت سي فراز او ميتون شاك تيرم ا سا بلاس كونفينابل. عندنا إل ساجي راكونت سي تريت، اذا هنايا باش كتهضر على شي حاجه شنو نقولو؟ سيت اليف اي تانتيليجونت، هاد التلميذه ذكية، لا ميور دو كلاس. اذا شنو نجيو نديرو هنا؟ نقولو سي، هادي سي لا ميور دو سا كلاس. هنا عندنا دوطخ فراز، ان اليف ا بريزونتي ان ايديتوريال، ملي كتبغي تخدم شي حاجه، هادو هما الادوات اللي كنستعملهم باش نبريزونتي، باش نقدم واحد الفكره واحد الشيء اتسيتيرا. إل ساجي دو يتكلمو، راكونت يحكي، سي تخيت دي يعالجو. اذا هادو كنستعملهم هنايا. هنا ان اليف ا بريزونتي ان ايديتوريال، قدم لنا واحد ليديتوريال، ان ايديتوريال دان جورنال سكولير. شنو نقولو؟ إل ساجي دان، يتكلموا عن هاد ليديتوريال. علاش كيهضر؟ كيهضر على ايديتوريال سكولير. Il s'agit d'un éditorial scolaire. On a dans ce film une histoire passionnante. Et dans un goulou ce film, je raconte qui est raconte
هيا سو فيلم نقولو غاكونت، كيحكي اون استوار بحال قصه مشوقه. الوغ غاكونت عندنا سو بيرسوناج بروبليم، اذا كنقولو تريت يعني كيعالج لينا دي بروبليم، دي بروبليم كوتيديان دي سيتوايان، يعني مشاكل يوميه ديال لي سيتوايان. هنا غنشوفو هاد لدارنيير كيستيون، مي اون كخوا دوفون لا ريبونس كوريكت، غتوضع علامه قدام الجواب الصحيح. اذا هنا عندنا دي فراز وانا غنوضع علامه، نقول هاد الجمله هادي واش جوجمون فافورابل يعني حكم ايجابي، ولا جوجمون ديفافورابل سلبي يعني واحد الكريتيك انتقاد، واحد الجوجمون نيجاتيف. جادمير يعني احب سيت شونتوز، هاد المغنيه الا اون بيل فوا. الوغ انا شنو كنعطي واحد جوجمون خايب نو، كنعطي جوجمون هنايا فافورابل، ندير علامه. هنا شنو عندنا؟ طون كومبورتمون، السلوك ديالك انادميسيبل يعني غير مقبول، ان يا با دو كوا اتر في، يعني ما كاين لاش تكون فاخور بنفسك. اذا هنا كنتاقدو، كنعطي عليه واحد الحكم اللي هو ديفافورابل يعني سلبي. برافو tu as bien fait، مزيان شي درت، تي ريزولتا سون اكسيلون، النتائج ديالك رائعه. اذا هنايا ممتازه، هنا فافورابل. جو ديتيست لا بوكس، يعني كنكره البوكس، سي ان سبور فيولون، عنيفه هاد الرياضه. الوغ هنا عندنا جوجمون ديفافورابل. كيل سوبليم بيزاج، يعني كنوصف يا لو مدر رائع، الي مانيفيك. الوغ هنا دي باينه، جوجمون شنو عندنا؟ فافورابل.